بله نهاية سر بري خود دم ميفاني خو فريزا محمد امين اوسي اند زياري برو اباهي انج بوكم جي بزانبن بجن عرض هج تشاوا روددا سدم الويتشنا خو بارستن تشي دمكو اف عرض هج تشيببا خلق خو تشاوا بباريزن فان بيرسيرون بيرسيرون دنزي اراسي ميفاني خو بكم اند زيار محمد امين اوسي بخيراتنا تتكم بريز دد سبيك دا اگر تجمر بيجش خو روجا دوشما بوري عرض هجك بهيز تشيبو قالك قرباني كتن لتركيا وسوريا اگر تدسبك جمر بيجا عرض هج تشاوا تشيدبه كرم بك بريز محمد بريز محمد ام دنگت انا بهزن نظام اگر تدنگم دبهز يانا دنگ مايكا تقرتي بريز محمد اقرت مايكا خوفك ويقال لك باش به بريز محمد مايكا تقرتي اقرت فك ويقال لك باش بوكو ام دنگ تبهيزن بريز محمد ام تخوزن تجمو تما شبانا ربيجة يعني تشاوانيا رودانا عرض هجي عرض هج تشاوا تشيدبه تدس بك جمر بحصا عرض هجيبك سرچ عفا بريز الو سرچ عفا قالك بخير دنجيم بيوا بلي نها دنجي تد بهيزن نظام برسيارو خارستيت بكم جارا كدن يان تدنجيم بهيز اي والله تكاري جار كدي بجيب خير اخو جمر بحصا تشوانيا رودانا عرض هجيبك يعني عرض هج تشوا تشيدبة قالو بري حمتشتي السرخوشيا ملاتي كردستاني و سوري دكم ايغو قال لك جوا كارثه بسرواده هاتيه ومهبيا جو جو كاربن زو خشبي كارثه خلاص بمن نهاج بو سؤالات او عرض هجاندن طبعا عرض هجاندن متعلقه ب بنواتا عرضي بنواتا عرضي قلت لك هي دهندروي عرضي ده مركزه عرضي ده جيرد بيجن ماكما او قلت لك منصهرة يعني نصل قلت لك تقريبا وكذا بقى يعني قلت لك مظنة طبعا او تأثير قوت حركة تأثير الحماة ده الوجهي عرضيت كي او وجهي عرضيت كي صفائح تكتونية هنا او صفائح تكتوني قالك ان سر وجهي عرضي الدنيا يحمكي هنا انا هاد منطقه مدى اب منطقه قولي تشيبو يك هي صفيحه جيرد بيجن الصفيحه العربيه ويجي كي الصفيحه الاناضوليه هي ابناء ختي زلزالي هنا وهذيك هنا هفدو خت اب ختاقو ام جي يعني الجمل السوري اشتيقو عرض بها جاندن خطك الشمال افريقيا تي البحر الاحمر درباست بي دبر شرقي المتوسط راما دبر ساحرة تقريبا درباست بي او جرد بيجن خط زلزال بحر الميت وكو عرب جرد بيجن وتشي حتى بيجهي او كهرمان مارش جهي قولي زلزال شي بوا جهي قو او مركزا زلزال او درجيكي خطا زلزالي الويدري بجسر جويدري جنيفي تركي دفقره بآلية شرق ده تشي بآلية كردستاني ده تشي نيفي كردستاني ولو درباس بي تشي بآلية إيراني ده ودخطي ديجي كي هنا اي زلزالي يا صفيحات تركي يك جي جرد بجن خط زلزالي شرقي الاناضول ويجي كي خط الزلزالي شمال الاناضول هيا طبعا اب صفائح في جوختيغو اب نواتا عرضي هناك تاثيرها هنا قالك هي قوه كامنه تشي دي بازلزال قوت حركا هناك الى هفدود كفن دهيليغو اب زلزال تشي جار ناجي بهفدوره تحرك الهفدونا كفن يعني وكيكي كارب يقولوا خو بهفدوره بحركيني وجار ناجي ضدي هفت شغل نقول هفدوت كفن او تصادما وينا او لهفكتنا وينا زلزالك قال كي قوي نشيد بي وايما نهاج بينا افز اف صفيحه عربي لصفيحه تركي كتيه يعني حركج اليه صفيحه عربي تشيب والصفيحه تركي كتيه هشتيا جو اف زلزال تشيب باش بريز شخوا تجمر قوت جبرتش اف زلزال يعني اف عرض هش تشيد بن سدمن ويتشنا تجمر بزرالي تا ديار كر
تشرب أكر تخوزن بزانة بم يعني دم أكو عرض هج تشيببة دبي خلق وشاوة بباريزة رين ماين ويتشنا رين ماين خو بارستني والله رين ماي بارستني يعني أب وقت بمرحلة انذار وتنبيه دفردتنا تقريبا حتى انها يعني رغم ان جو تشتي قال لك هند عالمي ده وبحوث شيء ده بن سيرفي تشتي جو كاربن تنبيها بدنا عالمي بري فتركه يعني انه افضل زال شيء من حتى انها هي نقها انا في تشتي يعني فباراستن دميني انه الجم ما وكانها اختي جو بناياتها شيء كان طبعا اب بنايات اختي جو خاضع بنج معاييري هندسيره الجمد بيشن مقاوم للزلازل يعني هر منطقة طبعا حسب درجات زلزال تيدد في بنايات الوي منطقة الجور وي درجات زلزال بيصماندن عند زيار شيبكن و وسر واقع جيك يعني بي تشتي بطبقين طا اختيقو افتشت هبي يعني وي اضرارة و با تشتي ولو يقلك يكين بك يعني بنايتنا كفن هاوند بينن افجهب ولي زلزال شيبوه بناية درخ هفدا هنا هنا كتن أو هناك معنى صعب يعني أبدليل أبيجو كتن أو معايري هندسي وإيجو مقاومة زلازل لكن بعين اعتبار لبرنا أو بناية درخ تواجو نكتيا يعني ما يصعب وسكني ما يعني بل كي أضرار جهابني بس أهلي وسكاني وإيجو تيدد بن عرضي ده نماني يعني شخوان ها قد قوتك نفخل كده بلاف دبد بين خلك يعني يانجي خانيم أمن ترنج جاباهيان ج طوابقا ترى سيابيكي هي يعني بهتر محمينا باراستينا خانية شوى يعني قصدات بي يعني خانية نورمال ينا طوابق اي نطوابق بلي اري اي نطوابق زاند زلازلي كيم دا ايقو درجة وانا كيما انها ابجهيقو درجة لي تشيبوا حفت فاصلي حفت حفت فاصلي حشتة أو جهي كهرمان مارش إيغو جهي مركزة زلزالية أو دلور في دناكي أبخانيه ولو أو جهي البر لنقاهران يعني قونا قونا قو بعين اعتبار مقاومة الزلزال نبر بن يعني دوختيقو تشيكر بن أبخاني المنطقة ما اختيقو زلزال كيم بالبادرة جيقو تشار وسي وابي يعني يعني حتى بينجاجي بلكي أبيقو يك طابق يعني بلكي نكفن يعني زبور ناكم بكفن وإيه بنايات جيل جمع وهما بعين اعتبار يعني مقاومة زلزالة جيرة شيب وبي إيه عند زيار شيك ربن ديسة ناكب وكان هال جمع القامش له بنايات نكتن أري قلكي هشهان أو كرن درجة الجمع ها حتى بينجا تقريبا بس بنايات نكتن يعني ويعني در أيام دا بنايتي ما إيه قامش له جي أو منطقة جزيرة يعني الجور في درجة زلزالي بينج ناكفي يعني بل ناي خواري زورس باسج بو ميفاني مبريز محمد امين اوسي اندازياري برو اباهيان ايروت ميفاني مبو زورس باس لسر امدابوناتا